فايز ما عندناش مكرر. واضح انت ليه واضح. هذه حملة اليوم بدأت من المطلثة نتاع العشية تتواصل حتى 9-10 بتاع الليل. هذه جميع الوحدات المختصة الأمنية بإقليم الأمن الوطني بنابل وكذلك متوازية مع الحرس الوطني قمت حملة. هذه حملة في أهم الساحات العمومية وزيد كفية في المحطات الأرتيال ومحطات النقل العمومي بصفة خاصة والأحياء الشعبية وهم المفترقات العامة هذه لتصدي المظاهر المخلة بالأمن العام وبتبيع وتصدي الجريمة بأنواعها كلها. الحملة هذه تندرج كما قال سيد العميد تندرج في إطار تعليمات القيادية القاضية بالتصدي لكل المظاهر الإجرامية. احنا بديناها من فجر اليوم وتم تقسيم الوحدات الأمنية اللي مشاركين واللي هما إدارة إقليم نابل منطقة نابل الفوج الجوي لحفظ نظام بنابل ووحدات تابعين الإدارة إدارة الشرطة العدلية. تم تقسيم الوحدات الأمنية الكل إلى مجموعات ثم مجموعات توليهم على سد المنافذ المؤدية لمدينة نابل وتكثيف الرقابات الترتيبية على السيارات اللي داخلين نابل واللي خارجين منها وتكثيف الرقابات على مالكيها وتفتيش السيارات. ثم فريق آخر مهمته كانت محطات النقل كما تولى فريق آخر معناتها مداهمات على العناصر المفتش عنها. وأمكن منذ فجر اليوم إلى حد الساعة تحقيق نتائج جد إيجابية حيث تم إلقاء القبض على حوالي 35 عنصر مفتش عنه في قضايا حق عام خاصة في قضايا السرقات قضايا المخدرات قضايا العنف وقضايا الإضرار بملك الغير الخاصة والعامة. كما تمكن مع زملائنا من إدارة الشرطة العدلية في نطاق الاختصاص من إلقاء القبض على زوز مجموعات هذوما يروجوا في المخدرات وأمكن لهم حجز كمية هامة من المخدرات زطلة وأقراص مخدرة اللي هي كما يعرف الجميع ولات آفة تنخر المجتمع التونسي وخاصة الفئات الشبابية. والعمل المتواصل للعوين موجودين معناتها متحمسين للقيام بمهمتهم ومتأثرين كافة الإطارات والأعوان متاع إقليم نابل موجودين وإن شاء الله ربي يعاوننا ووافقنا في تحقيق نتائج إيجابية لزرع الطمأنينة لدى المواطنين الكل.